الناس لا يمكن البلد الناس تتهاوى واحدا بعد آخر واحدا بعد آخر دعوة فساد فساد فساد. الناس بدأت تتذمر، أي فساد؟ ما هو حجمه؟ ما هو طبيعة علاجه؟ أين الجهات الرقابية من إيجاد حلول لقضية الفساد؟ هذه أشياء البلد لابد أن يمشي في إصلاح. لماذا لا تظهر الجهات الرقابية المسؤولة حالة الإصلاح؟ قلنا لابد من وجود حالة موازنة على التفتيش العام، على الرقابة، على النزاهة، على كل الجهات الرقابية. اذكروا لنا أرقاما بيانية، قلوا عندنا الآن عينة عشوائية في الدائرة الفلانية، ذهبنا إلى 100 نفر وجدنا 70% بوضع نزيه، هذا جيد؟ الشعب يطمئن. حالة الموازنة، المصلح أكثر، الموظف النزيه أكثر، الموظف الذي له غيرة على البلد موجود بحمد الله بكثرة، الموظف الذي يكون حريصاً على تقدم البلد وعلى البحث عن كل وسائل تطوير البلد موجود. الجهات الرقابية لابد أن تسلط الضوء على هؤلاء حتى تشعر الناس أن هناك أكفاء، أن هناك أناس يسعون فعلاً لبناء الإنسان، أن هناك إنسان لا يسل عبأزاء المليارات. أبناء الشعب مملوء من التضحيات ومن الدماء ومن الشهداء، يصادر بهذه الطريقة مفسد مفسدين. بعض المفسدين هو كان مفسدا بسبب بعض الجهات جاءت بهم وأصبح مفسدا ينهش بثروات البلد. ما حيلتنا؟ أنتم لا تعرفوا أن تفكروا، لا تعرفوا أن تعالجوا الأمور. هذا بلد لا يكون ضحية، شعب نبيل وقوي لا يكون ضحية لحفلة من المفسدين. ما هي عوامل الإفساد عند الهيئات التي تمسك المفسدين؟ ما هي العوامل؟ قلة الراتب، الأنظمة الإدارية التي تشجع على الفساد، عوامل، الاختيار السيء للمسؤول، الاختيار ليس على حساب الكفاءة والنزاهة، الغباء في بعض الحالات ينتج فساد. هذه عوامل أصبح البلد يئن من مشكلة الفساد. أنا أعتقد أن المفسدين موجودين لكن ليسوا بهذا الحجم. هناك رؤوس فاسدة إذا لم تتبدل يبقى الوضع على ما هم عليه. رؤوس فاسدة ليس لها هم إلا تجميع المال، المال على حساب كرامة الإنسان. أين السلطة المسؤولة عن ذلك من إفراز هذه الحالة؟ واقعاً بعض القوانين تشجع على الفساد. أنا لا أتدخل في ضوابط الدولة لكن أقول الضوابط لابد أن تراجع بين مدة وأخرى، لأن بعض الضوابط تشجع على الفساد.